لقاءاتنا مع واحد من نجوم منتخبنا الاولمبي محمد اشرف. الف مبروك، يعني تاهل صعب وتعادل مع اول مع النيجر قال خلاص، لكن انتوا لعيبه قدرتوا اللي انتوا توقفوا وتقولوا لا احنا نوصل للنهائي ونحافظ على اللقب ونتاهل ان شاء الله. الحمد لله، هي اول مباراه، هي يعني دايما الافتتاح بيبقى له رهبته، فهو احنا الحمد لله تعادلنا، بس تعهدنا ان احنا لازم نقف وقفه رجاله، ان احنا لازم نكسب عشان الجيل اللي قبلنا عمل حلم ان هو يصعد الاولمبياد وخد البطوله، فده صعبها علينا، فاحنا قعدنا واتكلمنا واجتهدنا الحمد لله ان احنا نكسب الماتشين دول ونصعد اول مجموعه عشان نحقق حلم الجماهير اللي مستنيانا في مصر. الحمد لله على كل شيء، يعني نحافظ على اللقب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، احنا تعبنا النهارده والحمد لله، خلاص نفرح ونتبسط، صفحه هنقفلها، خلاص احنا صعدنا الاولمبياد الحمد لله وكل حاجه، خلاص هنقفل الصفحه، خلاص الماتش كمان يومين، هنقفل على نفسنا كويس، ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله من قلب الرباط باذن الله.